بالنسبة لتحدي اليوم فهو تحدي يعني شرس، والحقيقة لابد أن يكون على المرأة بالاهتمام، ولا تهيئ كفني ما مت بعد. إن شاء الله أن مع الثلاثي القوي في مجموعة سال عبد الله مهادب أن نقدم إن شاء الله ما هو جميل وجيد ونافع لأنفسنا أولا ثم لمن هم خلف الشاشات. المنافسة بين الثلاثة كثالثة الأثافي، يعني كلهم ما شاء الله تبارك الله مكمل لبعض، وهذا أوان الشد فاشتد زيم. الواحد ما يرمي ورقة على قولتهم الاستسلام من بدري، لكن إن شاء الله سيكون لنا بصمة وأثر بحول الله ومشيئته. توقع للمئة وثلاثين هو توقع أن لن يدخل هؤلاء الثلاثة إلى المئة وثلاثين. سيكون إن شاء الله 130 الأخيرة اللي هي فيها تحديد المصير والفائز بحول الله ومشيئته، وإن كتب الله المتكلم الجائزة فالحمد لله. على درب التنافس.